بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما مصنف ابن حاجب رحمة إخوائي لبيا بشويكي كرتي لبيشا في ناسي بشكان كلميك كاسم فعل حرف فرمي إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني الاسم، الثاني الحرف. وفرمي والأول إما أن يقترن بأحد الأزمة الثلاثة أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل. جاب ما بكرتي بلي پیناسی بشکانی کلمی کرد. خیستایش بدریجی هم یه تواسب پیناسی بشکان یکم جار به اسم دست بیا که چون که لبر و هاتو لبر رعایت کردنی حالی نفتاب یکان کردیار همو کسی خواهی تعالی به یکسانی مشکی پینا بخشی و اندیکی بجاری تی اگاد اندیکی بدو جار تی اگا اندیکی بسی جار تی اگا لبر اوه یکم جار بشوگی کتی بو قطاب یعنی کواز زیده کن به یکم جار تی اگا پناسکی با کوچی با کردون لود و با کسانی که ما ممنوند بین بلای ارتکایی کردو تا اون بودایش با تفصیل با همان بحثی اکر جا فرمی الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. فرمي اسم كيهك لبشكان كلمة كوتمان يعني لسمو الدراوك معنى برزو بولندية شوكا اسم نوعا برثرة لفعل الحرب برثرة برثرة ويان لا وسم الجراء كل جامعة فرمية معتلى علامة نشانة شوكا اسم النشانة لسر مسمعك يعني ناوكا نشانة لسر ناوليا نراوكا بعد جاء فرمية الاسم أمل اللغة دا بلام إلي فنعاني نحوية فرمية الاسم ما دل اسم وشيك كلميك كواد ضلالات بكات على معنى في نفسه نسر معنى واتايك هل النفس خويدا واتا او شهر خوي بخوي ببي واصفه غير ببي وكاري كتر دعا نسر واتايك كاكا واتا سر بخويا واتا بوفهم معناك بوچقشتن لأو معنى واتاي او شيا انسان بيوسي بشتي كنابي بكلمي كنابي هر راس تخوة وانا فهم معنى واتاك بكا لو شيء ولا معنى كتيبك أما في على الاسم بلام أم معنى خير مقترن صفة أو معنى وايا كوابر عبريناك بأحد الأزمنة الثلاثة بيك لأوسي زمانا وكبيك لزمان ماضي رابطو زمان شرخ حال يعني إسلام وزمان شرخ مستقبل يا استقبال وتداهاتو يا عيندا كواتا اسم دعاب نسر واتا يكي السر بخو أكا كأواتا السر بخو يا برابري بحيث كام لو سي زمان وچرخ وناكا نزمان غاب ردو ماضي نزمان استحال نزمان دعاتو مثلا تو علي الرجل واتا بياو يتنا علي لمو بيش بياو يا است بياو يا لمو لا بياو يا علي قيام يعني هستان نالي لمو بيش هستان يا است هستان يا لمو لا هستان اما اسمك ضال سر واتا يكاتو و بله برابری نه که معنا که بیه که لبسی زمانو چرخوا بله جا فرمید و من خواصی ام غیری شعتوانین بسی شو بیفرین نوا یکیان غیرو مرفوع خبر بعد خبر اتوانی بله غیری بیفرین نوا صفتی معنا که بیه بمجوری بلین غیری مقتن صفتی او معنا و بیهن مقترین نبی برابر نبی مش معنی غیرو بیفرین نوا بله ومفروعين خبري خبر لدوين خبر بل الاسم ما دل على معنى في نفسي بل جاء يا صفة معنى يكود معنى منصوب حال بلا معنى بلي غير مقترن حال أو معنى وعبين كابرا بلينك يعني دا ضميري ما كالين ما دل بل كواتا غيري وغيره وغيره بلوستا ومن خواصه يكيك اللي تايبد من دكان يعني بعضك عندك توقو تراوة من لغة تبعيضة وعطا من معنى بعض إذا قليل عندي شوينة كواتا أمين شكل لا باسك لم رستدى بو تبعيضة وعطا هنديك يا هنديك لا تايبد من دكان اسم خلاص خاصة يا خاصش وكل جميلة فرمي وخاصة شيء ما يختص به ولا يوجد في غيره يعني خاصة تعبد من دي هرش دي أو هي كوات تعبد بيا بوشته ولا غيري أو ده دس نكوي إنسان مثلا من أمشي وقصة كرنك تعبد بيا بمنه يعني كسي كتلوك من أعواق سناك أما بيومن خاصة
وانا كسي مثلا نوعي الرويشتني هي علي تايبت من دكي بي آوى أرى يعني هيك كسي كيكا أو شو الرويشتني نيا و بيلان خاصة جا خاصة هشتي تايبت من دي هشتي أو هي كوا تايبتها بو كسبو ولا غيري أو دا أو تايبت من دي تسناكوي أو بيلان خاصة أقلاتو دسكو أو بيلان خاصة شو تايبت نيا بو كسبو يا بوشتا ولا غيري أو شو جودي هيا مثلا قسكر تايبت نيب من نوع خاصي من نيب بس يعني ناوي إنسانة كان يا دانشتن خاصي تايبت نيب تو يا بفلانة كسي كوا شو كي تو غيري توش دانش اللي مروفا كان كواتا وفي نعوتي خاصة بغي كواتا أمش كأفلو من خواصه يعني بشيك التايبت من دي كان عندك التايبت من دي كان اسم واتا هر أمشتانا لإسم دا دسا كون لغيري اسم دا كفيا لحرفة دسنا كون وجوديا نية أغل دس بكوي أو بينال الخاصة تقشتي ومن خواص يعني هنديك اللي تايبت من دكان اسم شي تايبت بيوة دخول اللام داخلوني ألف لام اللام التعريف مثلا الرجل تولي الرجل الكتاب علي الكتاب قلم علي القلم أما اسمه ألف لام التعريف أجد سليب وناسان دنو بيناسي أو اسمي أو شيء والجر وبالي اشتوان عرفين سلي لامكا عند دخول الجر بالي داخل بني جرة يعني داخل بني حروف جرة للسري ويعني مجلول بون أم الشيء كتلا تابد من دكاني بالي أم اسميا أقل قول جري بالي يعني ومن خلاص دخول الجر داخل بني عامل جرة الجرة شلوها مصدر بمعنى جارة وعطا مصدر بمعنى اسم فاعلة وعطا داخل بني عامل كمان جر أدات بالا جر عدد أو اسمه مجرور دكا بالا ويان دخول الجر يعني داخل بني علامة جر للسلي مجرور دبيو بيبا مجرور تيقشني علامة جر كسلة واردك دي بالا والتنوين بالا والتنويني يعني دخول التنويني لكتل خواص تابد من دكان اسم داخل بني تنوين جاكو ل ابن عقيل جدا لسر بالجر والتنويني سر رابع كرني أو الشعري ابن مالك رضا الله تعالى بك فرمتي بالجر والتنويني داواء ومسلم الاسم تميز الفصل لو يا وجوتي بالجر هرس النوع جرك أقريرا وعطا جريك ببني حرف جر وبي ويا جري ببني إضافيك وبي يان جر ببني بلا تبعية وبي هرس جرك أقريتا وكام شاء الله دخول من جر يعني داخل من جر إذا أجرب بني حرف جر وبي وبي باسمي إسا اسمي وش مجرور ببني باكا وبحرف جر يعني ببني إضافة ويقولي بسم الله الله مجرور ببني شو ببني إضافة يعني الرحمن بسم الله الرحمن الرحمن وش مجرور ببني جر تبعية وعتب وتصف لبو الله كمجرورة أبيش مجرور وتابعي مجرور مجرورة بيك يشتي وجر تبعية جا هرسي جرك تجري بحرف جر تجرى بإضافة به وتجرى ببني حرف جر تبغيه به هم يعني تايبة بتيوة بإسم بالي والتنوين والتنويني وداخل بني تنوينش أو شر تايبة بإسمه كتنوين شو بشي هي تنوين تنكير وتنوين تمكن وتنوين عوض ومقابلة أم شو نوع تنوين تايبة بإسمه تجيشن بلى وكو بيون حركات جوتي بلى ويان دوسر ودوجير ودوبور وبيان عساك الشيء أوي نون ساكنة في آخر الكلمات يعني في آخر الاسم تثبت لفظا لا خطا يعني بلى نونكي ساكنة بزوين دارا بلى نونكي ساكنة كواسكوني هي زنيه عفوا نونكي كواسكوني هي أو نونيا أخيري وشكان ولا أخيري اسم كان ويا كلا لفظة هي ثابتة أخوان دتوا بلان لا خط نسينا أو نونا نانسي مثلا تو علي محمد جاءني محمد أو الأخير ذلك والنية هي أو نية فعلا تنوين كوال أخوان نودا تثبت لفظا لفظ أخوان نودا إلي محمد بلان لا خط نسينا تو نانسي نو بيتي نون لأخير ذلك ونانسي كوالت أول فعلا تنوين والإسناد إليه يعني إسنادان ولا إسم وعطا بمسند إليه بون بمسند إليه بون تايبت من دي إسم
نفي على أبي أبو مسند إليه نحرج أبي مسند إليه حرفنا مسندنا مسند إليها فلان فعل يجهل مسند عمشا إسناد راوة فعل دراوة فلان اسم أبي مسند إليه كواتا مسند إليه فعل ولا دراوي طيبة بإسمانا لفعل عيونا لحرف أما ذا اسم هم أبي مسند شو أبي مسند إليهش فلان مسند بوني اسم طيبة نيا بإسم ولا فعل شاهية فلان مسند إليه بنكي طيبة من دي اسمه تيوشتين والإضافة إضافة بلا يعني فمعتاب أبتها ومضاف شبهة مضاف إليش مثلا تقول غلام زيد أو غلام إضافة إلى زيد كلا أو زيد مجرب بني إضافة كماتا بلا أو مضاف إليه بن طيبة باسمه ومضاف بن يجهر طيبة باسمه بلا من هندي قلن مضاف بن طيبة باسمه وشبه فعل جندي جار تأمين يعني إضافة أكي والله إضافة أوكات إضافة كي ضل يعني لتأويل آية مش دي لتأويل آية جاء وهو معرب ومبني أم اسميا يتم التابل من ذكاني باس كده مش عارفين جنان أبون جاء فرمي وهو معرب ومبني أم اسم أبيت دوب الشواء هندي كان معرب وهندي كان مبني جاء استاخوي معرب يعني بقوار قابل قران او اسم لرستيك ابو رستيك كتر اقوارب في نقشو محلي نبي اعراب دا اقوارب قران كريب السردايا في من معرب بلام مبني نقوارا بلاي ثابتا اتون لزماني عربي او شادان دا وواضع لغي عربي او شيدان وهربو شواء منتوا لرستيك ابي لغستك ترابي لغستك ترابي حروف خويا من تونا أقوى مثلا من مثلا تولي جاءني من مثلا من قام رأيت من قام مررت بمن قام أو من من يوصل يعني هاد بلا من أو كسيك وعستاب يا بني أو كسيك عستاب يا كفرين بلا أو كسيك وعستاب لأو من يا لشوني كابو تفاعل جاء هرمنا لشوني كابو تمفعول الرأي هرمنا لشوني كابو تمجرب ونين بيكوا هرمنا إذا نقرا سكوني تيغشتي كاتا ونقرا مبنية تيغشتي جاء فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل معرب شيا معرب أو مركبيا يعني ممكن أسكيبي ممكن أسكيبي لأن نحوية فالمعرب اسم معرب كامية المركب الذي ككوكرابك وهايا لم يشبه مبني الأصل بل كنشبها نشبها بي يعني نشبها لما مبني الأصل ما تلا مبني الأصل نجد وكل إطارة آخر من كان مبني الأصل ثيانا لكي كان معنا حرفة وكي كان ماضية وبل أمر بغي لام بلي بصية كان وتجوش يعني أمر بصيغة كما تأمانا أبناء مبني جا هشتكش كوا شباهتي بوسيانا وهبي أبيتا مبني فلان مبنية كي مبنية عارضي في على المبني الأصل كنعمل جاء معرب كامية المركب الذي لم يشبه مبني الأصل مركبك وهاية تكالكراوك وهاية كواهي الشباهات وليتونك بأو مبني الأصل نبي كواهي حرف وكو فعل ماضي وكو جملة وكو جملة وكو أمر بغي لام بلاي بصري كان شباهتي بهيج كام دوانا ونبي مشتي ليش كام دوانا نتي أو ببيتها معرب كديار أمشي زورينا تجشتي أمشي زورينا شو قال بشابة سبياني معربي كردوا شو كا زورينا اسمه معرب شو أصل الاسم وياه كمعرب شو كا أصل الاسم وياه معرب أو تزورينا اسم معرب تجشتي بس أنت والله أصل الإنسان وياه كقصبك ديواني كقصاكن تعواني ككرول عظم قصناكن سورتر تيجشتي شكرا أصل نما على الإنسان وي أصل على الإنسان كواب بري وبشي بتواني بشي بري دي زورني إنسان كان بري عشان كسي فليز بي وعلى دايبو بي عم قدر يكين يقوم ما بي أما نسا أصل خوينا وشت كما تأوى كميني أميج أصل اسم أوي كواب معربي وعلى زورني اسم كان معربي تاكو تلاقي كان مبني نواش محدود ومعين وديالي كراون محصورا لبولي فشان باسي معربك كاس معربك أصلا
جا أولا لم يشبه مبني الأصل لمبني الأصل التي هو بس ما كت جا بوي على المركبون بلى نال الاسم الذي شو كلا يزور الجزانان أولا أسماء قبل التركيب وعد أو اسم عليك وعيش تنخلنا النار استوى حكم ناكل بسري أنا كمعرب يعني مبني مثلا تبلي جهاد تبلي زيد تبلي جلال تبلي مسلم مثلا تاريخ ناوي رستوى بو اسمنا ألين معربنا ألين مبني يعني حكم ناكل بسريا كمعربيا مبني تجشتي باق ولا دعاء وإيش كي خدنا رستوى إعراب والأبدية بلام بيش تركيبة بيش هو بخدنا رستوى هنا المعرب تجشتي ويلا المركب الذي مركبك وهاي تقول كلامك وهاي وتخلوت ناوي رسته تجشت يا الله محمد جالس الله مثلا قرأ جهاد كواتا أو أبيته هو أبي كوا اسمه في الخصنا يرستك أو كذا فعلا معرب قال إعراب شو السري والشبات بمبني أصلا نعم تجشت تا تركيبنا كي تا تأوار تو تأوار الله زيد عمر بكر وبيقول أنا أستاذي ومعربني يعني عرب نشوته سري بل دواني بيقول المعربي كي بالقوة يعني لهي زيهاية كالمولى إعراب ست السري بخيتنا بستوى بل المعربي كي بالفعل نية إستا بوش الواقع دا تاني خيتنا يرستا أو اسم إعراب نجوة السري إعرابي ور نكرتوا بل جاء فرمي وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العامل لفظا أو تقديرا حكم أم اسم معرب وايا كأخي لكي بقوري وبوني قراني عوامل كان أو عاملاني كأسنى السلي أو عاملاني كأسنى السلي أو كاقراني كأسنى السلي وتأسيدي كاكن وكاقرياني بسلي فعامل كان قران أو إيش بقراني وبوني إختلاف عوامل معربك إيش أخيرا كي بقراني مثلا أبو عزم كذي مثلا تبلي ذهب محمد رأيت محمدا سلمت على محمد أو بقوني قريني عامل كان كوا سلمي وكوا رأيته وكوا بكيا محمد ديا وراب فاتم اختلف آخره باختلاف عوامل لفظا أو تقديرا جاء قرانا كتش لفظا بيقول يا أتمانا محمد محمدا محمد يعني التقدير أبو قول يقول مثلا جاتي محمد أبلي موسى مثلا أبلي عيسى مثلا أبلي ذهب موسى تجشتي رأيت موسى سلمت على موسى أو موسى لبرو ألف في وياه موسى تجشتي أيام نجاني غلامي رأيت غلامي مرت من غلام لم يظهر خوي وعينا عربي التقدير يقول خلنا دوما تجشتي فات أول اللفظ نقول غابرا من التقدير قراء ولن يتعظميك تقديري هي فتحيك تقديري هي كسليك تقديري هي.